مكتوب عارف مغامر وعارف يخور شو هترشح شو بسوق شوية مخيق شوية خلي إيه للبحث. طارق يحيى، من بين اتهامات لتغى يشاشي جنسيت أنك جاسوس لإسبانيا. احنا جعلنا مزيان نوي تبوني هدف المنسية باش يظهر سكور بطاق راخي ليكون دون سبا تغني التعليمات الصارمة من الوزارة الداخلية باش تسمى لي محن زي الخارطة السياسية. علقت غوزون باش الصغرون طارق يحيى بأمر من الدرس المستشفى مجموعة الأعضاء الانقلاب الاقاليم الردين مشاو تبحان سنتي لعب ليس ما مش تسن ما راك الخبار الدكاني غير السياسي اذا وعد لا يفي. انا باش النظام الاقاليم سي طارق يسموه مرتبطه بالطنسر في العقار تيمو رحت ان من الجميع خدمنا الاعطار فخص مر المصائب زعما الاهلي انا سجل الكلمه في سوق الشرق القيم والقيم والله باش تشتي الملك يوعد انا كلما يتعلق سجن تنديد التوقرات تخت الناس تغافى غيح وجيت ما تبغي تفاجئ ودي خدمة سلمي بطالب كل ما قارب الانتخابات إلا ويتسكي عمال دقان صراع دقان التصريحة كل صراع حتى غيوري كان تجيف دي الحبس دي غاجة دارمية مكا يجن تجيف المغني دي الحبس دي الحبس من شمس دي الحبس من بن سليمان قدرنا يدي الغيبة شوف انت شو ازمالي الثالث النظرة تيجي تدين شو وظيمة برو مسمح وجه ما رميني نهار طارق يمكن ندير على يجن الدو باش تحافل على دنيا التنمية كيف سليمان حوليش باش هذيك سينيني رئاسة المجلس المدني المواطن خاص 50 دينار باش شيني لا راه غادي يولد سبحان الله انا والبلدي وراه ليش فوس سليمان واش خاص شغال هي اللي فهمت سي طارق قال بانه خاص الطائرة خاصة تنتهي تروى النظر 80 دينار خلق ندير كامل وعصو جنسية أمريكية شنهارة برنامج نيك مرخ 100 دينار مش تبغي تصوير